احب اقول لكم الاستاذ صادق الصباح رئيس مجلس اداره شركه المتحدين للانتاج الفني موجود معانا على التليفون. استاذ صادق برحب بحضرتك في الجمعه في مصر يا فندم. مساء الخير. مساء الورد. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ صادق. يعني ما شاء الله كل اعمال حضرتك بتنجح نجاح مبهر، لكن طبعا يعني ولاد تسعه نقدر نقول اخر ابنائك كده. ايه رايك في المسلسل والنجاح وصدى يعني الصدى اللي حققه لحد دلوقتي؟ الحمد لله. اولا يا ستي، الحقيقه هي صناعه الاعمال الدراميه هي سلسله يعني متواصله بين تبدأ بين المؤلف وبعدين المخرج وبعدين أبطال النجوم وفريق العمل اللي هو وراء الكاميرا، وده يعني الليستة كبيرة. بس الحقيقة لما جينا مع الأستاذ فداء، طبعا أنا الأستاذ فداء الشندويلي ده يمكن عاشر عمل وبعتز بالعلاقة معاه وبعتز بقلمه وطريقة كتابته وطريقة إثارته لمواضيع مهمة في مجتمعنا. لما جينا نتكلم عن هذا العمل بالذات، الحقيقة كان في تصور خاص بحالات اجتماعية احنا بنشوفها حاليا في مصر وفي الوطن العربي، وباعتبارنا احنا بنشوف الأستاذ فداء وأنا على طول انه الدراما هي مرآة المجتمع، فلازم نجسد حاجة قريبة من اللي احنا بنعيشه. فبناء عليه تطورت الفكرة لوصلنا لهذا المشروع، وكان في عندنا اهتمام انه الحقيقه بالاعمال الستين عاده يعني بيقللوا شويه المنتجين من المصروف فيها باعتبار هي خارج المنافسه. فكون انه احنا اقنعنا الاستاذ احمد شفيق انه يشتغل هذا العمل اللي هو بره رمضان كانت مهمه مش سهله جدا، لانه احمد متعود، انا علاقتي باحمد يعني مجروحه، احنا بقالنا دلوقتي مع بعض فترة طويلة مش عايز اقول قد ايه عشان هو مازال بيقول عن نفسه المخرج الشاب، بس احنا عجزنا شوية في المهنة. فالحقيقة انه كانت مهمة انه انا عايز اجيب مخرج بيشتغل برمضان يشتغل هذا العمل، وكانت هذه العلاقة العظيمة انه احنا قدرنا نجيب المخرج احمد شفيق يتولى ادارة هذا العمل ويشتغل عليه. وطبعا لما جينا قرينا الورق وشفنا تفاصيل هذا الورق كان في اهتمام انه احنا ننور فيه، واحمد بيتمسك بحاجات هو فداء ساعات هي مكلفه ماليا، بس باعتبار انه احنا عايزين نقدم حاجه كويسه، فربنا سبحانه وتعالى وفقنا بكل هذه الكوكبه اللي سمعت فيها حضرتك، وخاصة على رأسهم يعني الأستاذ خالد، اللي أنا بعتز، أنا أول مرة بشتغل مع الأستاذ خالد بس كان من دواعي سروري. أما الصبايا اللي شايفينهم يعني في الحلقة واللي مش موجودين، أنا الحمد لله رب العالمين شغلنا معاهم مستمر من مرحلة لمرحلة، والواحد صراحة بكل ده بيتعمل بدعم من الام بي سي، لانه الام بي سي بصراحه شركاء نجاح يا استاذ صادق. لا حقيقه شركاء نجاح وداعمين للدراما المصريه وللاعمال المصريه بصراحه، لانه احنا محتاجين انه احنا العارض التلفزيون الرئيسي بتاعنا هو يبقى داعمنا بافكارنا باختياراتنا بجرأتنا بتناول مواضيع معينة. والحقيقة يعني القائمين على ام بي سي مصر عندهم كل هذه الجرأة، فالحمد لله رب العالمين انه احنا يعني كنا عند حسن ظن الجمهور، عند حسن ظن الجميع، واحنا فخورين وسعداء باللي احنا بنقدمه. يا رب يكون يعني نقدر طول الوقت نقدر نأمل عمال زي كده. وعلى فكرة انا عايز اقول كل عمل فني بالنسبة لنا هو ابننا ولدنا، فعشان كده بنسهر عليه سهر زي ما بيسهر الأب على ولده. ومش بتبخل عليه استاذ صادق، يعني حضرتك في التكاليف الانتاجيه ويمكن نجومنا اشادوا ده النهارده. والله احمد شفيق خسرني في المسلسل ده بصراحه. جاب لك كل النجوم اللي في الوطن العربي مصر والنجمه الجميله نيكول سابا كمان. لا طبعا، لا نيكول طبعا نورتنا نيكول بصراحه عشان عملت دور يعني متميز، وبعدين الاستاذ فداء الشندويلي كان كاتب دور ساحر انه يتركب فيه حد يعني على بطولة هذا العمل حد زي نيكول. يعني لا الحقيقة الحمد لله رب العالمين، التوفيق من عند الله ان ربنا وفقنا في هذه الحالة. وطبعا انتوا دلوقتي الحلقة العشرين اعتقد الكلام عن المسلسل هيزيد كل ما تتصاعد الاحداث، وانا عارف انه احنا يعني ان شاء الله الاستاذ فداء وانا يعني
بدأنا نفكر في الجزء الثاني وبعلن ده رسميا. بدأنا نفكر بالجزء الثاني، انا ما اعلنتش قدام حد. خبر حصري لينا، انا سعيده جدا. حصري حصري. فانا دلوقتي حتى انا ما كلمتش استاذ احمد شفيق في الموضوع، بس انا بعلنها رسميا ان احنا فعلا بدأنا نفكر جديا، وبدأنا نعمل اجتماعات في الكواليس كده شويه عشان نشتغل على الجزء الثاني باذن الله سبحانه وتعالى. انا سعيده ان حضرتك حسمت الجدل، لان كنت بسال استاذ احمد قبل يمكن مداخله حضرتك على طول، وقال لي احتمال جايز اتفاجئ على الهوا اهو، ولا ما كانش عايز يرد بقى، ما كان عارف ومش عايز يرد. لا والله يعني. لا والله هو ربنا يكون معاه، يعني طالع من مسلسل لمسلسل. هو الاستاذ احمد يعني يستحق نيشان يعني بمجهوده. احمد من الناس الفايترز بجد، يعني احمد يعني بالعافيه بيسلمني الحلقات، وانا بستعير منه كلمه مهمه جدا، بقول لي الله يخليك طول الوقت سيب لي الحلقه شويه، سيب لي، كانه لما بيسلمني الحلقه كانه باخد منه ولد من اولاده، الله يخلي له اولاده. بس هو يعني يبقى حريص جدا على الحلقات، وانا بصراحه يعني عايز اشكر كل الناس اللي اشتغل في هذا العمل، من كل الناس وخاصه اللي ورا الكاميرا. وانا اعتقد ان الاستاذ خالد والصبايا والاستاذ احمد يشاركوني هذا الراي، لانه احنا معانا يعني بجد جيش من الناس اللي هم من مدراء التصوير وقسم التصوير على المونتاج على التلويق، يعني ناس كتيره بصراحه اجتهدت في وقت صعب يعني، واكثرهم كان بيشتغل في رمضان، وجينا احنا بعد رمضان مباشره، ففعلا كان في مجهود مضاعف عند الكل. والحقيقه الواحد بيعتز ونقول الحمد لله رب العالمين انه احنا في هذه الحاله اللي انتم شايفينها النهارده، والنجاح ظهر للناس كلهم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك. استاذ قبل ما تقفل، قبل ما نقفل حديثك، انا يعني عشان هو اول لقاء مع حضرتك في هذا العمل، فانا يعني سعيد جدا، وبتمنى ان شاء الله نلتقي في اعمال ثانيه قريبه باذن الله. انا واضح كمان اول عمل هيبقى الجزء الثاني بقى كمان. ان شاء الله. لا الجزء الثاني مش هتلاقينا احنا فيه. لا مع بعض كلنا. وراك انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكمان ان حضرتك كنت موجود معانا، وكمان ان خاصتنا بالخبر الحصري ان في جزء ثاني من ولاد تسعه. شكرا جزيلا الاستاذ صادق الصباح، رئيس مجلس اداره شركه المتحدين للانتاج الفني، بشكرك على وجودك معانا.